بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم فيها على موضوع تآكل الزيت، نقص الزيت. طبعا شيء مزعج جدا، ودايما الناس بتنزعج من نقص الزيت لانه دايما بيجي في دماغها ان خلاص كده المحرك بقى خفيف وبيبخر زيت ولازم له ندخل فيه عمرة. مش كل نقص الزيت معناه مشكلة. تقريبا كل صانع السيارات لما بيحطوا في كتب الصيانة في نسبة مسموح بيها لنقص الزيت، المحرك وهو شغال بيبقى البيستن طالع نازل لازم في حرق للزيت. طبعا بتختلف من شركة لشركة، ولكن المتوسط بتاعه في حدود التلت لتر، 350 ملي لكل 1000 كيلو آسف بينقص الزيت. طبعا في ما بينقص نهائي، ولكن لغاية المتوسط 350 ملي كل 1000 كيلو ده وضع مسموح بيه. طب لو انا عندي اكتر من الوضع ده، عندي لتر كل 1000 كيلو، طب هل معنى كده انا هدخل فيه عمرة؟ هل انا لما بلاقي الدخان الازرق بيطلع معنى كده خلاص سن البوجيهات عليه زيت؟ طبعا اي ميكانيكي هيقولك لا، لازم عمرة وتفك وتغير شنابر او حلقات ونعمل خرط للبيستم والكلام ده كله. طبعا الكلام ده غلط، انت المفروض بتعمل اختبار ضغط. اختبار الضغط زي ما هنشوف دلوقتي بالتفصيلات بتاعته، ودي مهمة جدا التفصيلات دي عشان تلاقي نتائج صح. ممكن يكون حاجة بسيطة جدا اللي هو ببساطة ما يكونش مشكلة في البساتم، المشكلة في رأس المكنة، بمعنى أصح في البلوف، الأويل سيل الخاص بالصمامات، هي دي اللي فيها مشكلة، والبلوف دي أو الأويل سيل بينقط زيت جوه المكنة وبتحرق الزيت ده، وبالتالي بيطلع لك الدخان الازرق او البخار الزيت على البوجيهات. كل اللي هتحتاجه هتفك غطا عمود الكامه وتغير البلوف دي. عشان تعمل بقى قياس صح لازم اولا المحرك يكون وصل لدرجه حراره التشغيل العاديه. بعد كده هنبدا نفك البواجي او البوجيهات، هنفكه. الحاجة التانية هنبدأ نفك الساكت اللي داخل للبوبينة، سواء بقى اون بلاج اللي هي بتبقى فوق شال، او اللي داخلة جوه الكويل نفكها بالشكل ده. الحاجة التانية شايفين فيول بامب ترومبة البنزين تاني ريلين، ادي واحد اتنين يتفصل لان مش عايزين بنزين يدخل جوه الغرف هنا واحنا بنقيس. تمام، هنركب العداد او الساعه بتاعتنا. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان هو كل سلندر هنعمل فيه نفس الكلام ده. طبعا زي ما قلنا البطاريه تكون حالتها جيده جدا لان هندور سيلف او مارش مده طويله، فلازم تكون حالتها جيده جدا. الحاجه الثانيه لازم تكون البوابه الثروتل مفتوح، ما ننساش الوضع ده، يا اما حتى لو بوابه كهرباء برضه نبقى دايسين على البدال الخاص بالبنزين عشان يفتح لي البوابه بحيث ان الهواء يدخل بقوه جوه المحرك ويبقى الضغط سليم. البوابه زي ما احنا شايفين هنا اهي، دي هنفتحها لان البوابه دي كابل عادي جدا فاتحينها، ونبدا نعمل موضوع الكبس ونشوف بقى القياسات بتاعته كام. طبعا كل سلندر هنكتب الرقم بتاعه كام، يعني ده 210 بي اس اي. اللي هنعمله في كل سلندر نفس الكلام، يعني هناخد بعد كده السلندر 2 هنشوف الضغط عمل كام. طبعا ما ننساش زي ما قلنا اهم حاجه فتح البوابه لان بتفرق لي حوالي يعني 30 بي اس اي ما بين البوابه مفتوحه ومقفوله. السلندر 2 برضه 210 تقريبا، السلندر 3 برضو 210. يبقى انا كده عندي والسلندر 4 نفس الكلام، ده السلندر 4 210. طيب انا كده ده المواصفات. اهم حاجه بقى وده النقطه المهمه جدا، حتى لو واحد عايز يشتري سياره مستعمله بيجيب واحد معاه ساعه زي دي ويقيس له الضغط ويقول له كبس المكنه كام. في اعتقاد عند اغلب الفنيين يقول لك ايه 175 بي اس اي جيد، الموتور كويس. يا جماعه كل سياره وكل نوع محرك ليه مواصفات، زي ما احنا شايفين يعني المحرك اللي قدامنا
المواصفات بتاعته المفروض الستاندر بتاعه 219 بي اس اي، مينيمم 184 بي اس اي. معنى كده لو لقيته 175 بي اس اي يبقى كده المحرك ده اقل من الستاندر، اقل من المواصفات المطلوبه، يبقى في مشكله ولازم اصلاحها. الحاجه الثانيه المهمه وعشان كده قلت نكتب ان احنا نكتب المواصفات اللي بتطلع قدامي في القياس عشان ما ننساش، ان الفروقات ما بين كل سلندر والتاني ما تزيدش عن 14 بي اس اي علشان ما يبقاش في مشكله في العزم والاجهاد الموجود على عمود الكرانك. طبعا في نقطه مهمه نسيت كمان اتكلم عليها، ان لازم البوجيهات كلها تتفك عشان لما نبدا نعمل عمليات تشغيل ما يبقاش في مقاومه على عمود الكرانك والسلف او المارش. ده نقطه مهمه، يبقى كل السلندرات مفتوحه الفتحات بتاعتها والبوجيهات مفكوكه. طيب الحاجه بقى الثانيه، انا لقيت دلوقتي المكنه دي 175 بي اس اي، طب انا هعمل ايه بقى؟ هل نقول خلاص المكنه عايزه يتعمل لها طقم شنابر؟ لا، الحل في منتهى البساطه حوالي 5 سنتي مكعب زيت محرك، ويكون زيت من النوع الخفيف اللي هو يعني 5 W30 مثلا، 5 W40، وهنحط في كل سلندر من دول مقدار الزيت ده ونعمل التيست مرة تانية. لو لقيت ان القياس زاد كان 175 مثلا وصل 200، يبقى معنى كده ان انا عندي مشكلة في الشنابر، الزيت لما بينزل بيتفرد على وش السلندر ويبدأ الزيت ينزل على حلقات المكابس بيزود قوة الضغط، يبقى انا كده عندي مشكلة في الحلقات دي، يبقى انا فعلا في الحلقة دي لازم هنعوز نغير الشنابر او الحلقات او الرنجات الخاصة بالمكابس دي. طب لو انا حطيت الزيت ده وعملت الاختبار ولقيت نفس النتيجة 175 مفيش اي زيادة، يبقى في الحالة دي المشكلة عندي في الصمامات الفالف، ممكن هتلاقي فيه فالف فيه انحناء ما بيقفلش كويس، توقيت الفتح وقفل الصمامات عمود الكامة عايز يتظبط، البلوف الخاصة بالصمامات فيها تسريب للضغط المنطقة دي بس، وما فيش مشكلة في السلندر نفسه. الضغط ده او الاختبار ده بيسمى الضغط المبلل لان بنستعمل فيه الزيت زي ما اتكلمنا. بس دي بس فكرة عامة على موضوع القياس عشان تطلع بنتائج سليمة وبدون اي تكلفة. بس كده ونشوفه في حلقة جاية. السلام عليكم ورحمة الله.